دلوقتي طيب ناخد الحاج عاطف من الشرقيه الاول، اتفضل. اهلا يا استاذ سامح، ازيك؟ اهلا بيك. ازي صحتك؟ انا لازم مش دايما حشكي على طول، انا عندي نموذج ممتاز هنا وعندي اللي ماسك مدير هندسه الري في الشيخ في فاووس. تمام. شاب صغير ما اعرفوش ولا شفته. تمام. لكن اللي بسمعه. تمام. ساكن في الابراهيميه. أيوة. يكون عندي هنا فاووس مسافه حوالي 50 كيلو الساعه 5 الصبح. أيوة. وهو جاي بيطلب عماله، العمال اللي هم المزنيين يقابلوه الساعه 6 على الحته اللي فيها يطهر، حته فيها غرق، في حتة عندنا بيبقى فيها غمر وزيادة يعني، أخدت بالك؟ ماليش دعوة بنهاية الترع، دي حاجة لازم أشكره عليها الشاب اللي بيجي لوحده، ما بيدورش على موظفينه ومهندسينه قبل ما بيدور على العمال. اسمه إيه؟ بيشتغل إيه واسمه إيه تاني برضه؟ الباشمهندس سيد، سيد إيه عبد البصير أظن ولا إيه؟ هو من ماسك هنا هندسة ري فاووس. مدير هندسة ري فاووس. أنا بشكره كمان على الهوا؟ لا 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 لازم، لا أنا ما شفتوش، لكن اللي شفته من العمال بيقولوا عليه إيه؟ بيصحيهم من النوم. يكون هنا، لازم أشكره عليه، حتة مش فيها مية بيروح يدور عليها وعلى طول على المص على البحر. على طول بيطهر. ويشيل الزبالة، ويشيل على بتاع النيل، ويشيل يعني ما شاء الله عليه، ربنا يديه صحة، واسمع بروح الساعة 12 بالليل. تمام. لازم اشكره واديله حقه. ده أنا اللي بشكرك على يعني مدى وطنيتك وإخلاصك، وإن أنت بتدي كل واحد حقه، وده اللي أنا دايماً متوقعه من الفلاح المصري. أنا ما أعرفوش والله ولا شفته، لكن من اللي هو عمله بشكره عليه. لازم اديله حقه. حاجة ثانية سامح بيه. أيوه. بالنسبة للرز. الرز نزل اقل من 4000 جنيه دلوقتي. الرز اللي الفلاح الغلبان اللي ما كانش وضعه ساعه كويس قبليها. طيب انا 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 بشكرك، لان انت بصراحه يعني موضوع الراي ده بسطني. موضوع الرز انا عايزك تسمعه معايا دلوقتي من خلال التلفزيون، هقول لك على حاجه مهمه فيه قوي. بشكرك.